الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلبة الحادي عشر. سنواصل اليوم مع الجهاز العصبي. توقفنا سابقا عند اللي هي أنواع الخلايا العصبية ووظيفة كل منها، ثم توقفنا عند العصب ومكوناته. واليوم سنتناول اللي هو كيفية اللي هي تكون السيال العصبي، أو اللي هو جهد الفعل داخل الخلية العصبية. قلنا الآن لو نيجي نرسم خلية عصبية، طبعا لما نيجي نرسمها هذا عندي اللي هي هو نرسم جسم الخلية. والمحور تبعها واللي هو النهايات. إذا عندي هان اللي هو جسم الخلية. عندنا الآن طبعا في خلايا جنب هذه الخلية، وفي عندي هان بكون برا الخلية اللي هو السائل البيني، أو بنقول المادة الخلالية بين الخلايا. الآن إحنا بنعرف في السائل اللي هو الخلوي هان اللي هو بين الخلايا موجود عندي أيونات، في عندي اللي هو الصوديوم، وعندنا كلور، وعندنا بوتاسيوم أيضا، عندنا كالسيوم، أيضا داخل الخلية جوا أيضا هان عندنا على مدار اللي هو المحور، أيضا بيدخل السيتوبلازم، أيضا بيدخل في المحور. عندي هان أيضا العناصر هذه موجودة أيضا داخل اللي هو الخلية. إذا في عندي هان جوا كلور أيضا، في عندنا بوتاسيوم، وعندنا كلور أيضا، وعندنا صوديوم. لكن شو بتتميز داخل الخلية عن اللي هو الخارج؟ يوجد عندي داخل الخلية بروتينات. هذه البروتينات عادة تكون كبيرة الحجم، وهاي البروتينات شو مالها؟ بتكون سالبة الشحنة، سالبة الشحنة. فبالتالي لما نيجي نقول غشاء الخلية من الخارج، طبعا في عندي الآن هذه أيونات، وعندنا جوا أيونات، لكن أيضا بالإضافة للأيونات الموجودة عندنا موجودة عندي بروتينات. البروتينات هذه مالها؟ كبيرة الحجم، لا تستطيع أن تغادر الخلية، لأن احنا قلنا سابقا بيوجد في الخلية في الغشاء تبعها في عنا قنوات، وفي عنا مضخات، وموجود عندي بروتينات ناقلة بتدخل منها الأيونات وبتخرج، والجزيئات أيضا. ولكن البروتينات كبيرة الحجم هذه لا تستطيع مغادرة الخلية، فبالتالي تلعب دور كبير جدا في إنها تعطينا الشحنة السالبة أو القيمة السالبة لداخل اللي هو الخلية. ايضا عندنا الان هذه الايونات اللي بتدخل ليس فقط على اللي هي الايونات اللي هي او البروتينات كبيره الحجم السالبه، بنلاحظ ايضا تركيز اللي هو الصوت البوتاسيوم بالداخل عندي كثير جدا مقارنه مع الخارج. بنلاحظ ايضا عند الصوديوم في الخارج تركيزه اعلى بكثير من اللي هو الداخل. نفس الإشي بالنسبة للكالسيوم واللي هو الكلور، بنلاقي تركيزها في الخارج أكثر من تركيزها في الداخل. ولكن في عندنا قوة أخرى بتلعب أيضا في تشكيل هذه القوة أو الإشارة أو القيمة، لا اللي هو للداخلية للسالبة لداخل الخلية. طبعا في عندي اللي هو التجاذب، الشحنة السالبة مع الموجبة، في عندنا اللي هو الفرق التركيز اللي حكينا عنه قبل اللي هو بالنسبة للانتشار. إذا في عندي النقل اللي هو النشط، عندنا المسحل، شغلات كثير، وكلها هاي تتكاتف مع بعض على أساس تدينا اللي هو الشحنة السالبة اللي هو داخل الخلية.
إذا عندنا الآن لما نيجي نقول الخلية من الداخل، خلية بدها تكون من الداخل على الغشاء تبعها من الداخل بدها تكون إشارة سالبة. مين اللي أكسبها الإشارة السالبة هذا؟ نقول وجود تركيز أيونات عندنا، خاصة اللي هو بنقول النفاذية الاختيارية للغشاء بالنسبة للبوتاسيوم كبيرة جدا مقارنة مع باقي الأيونات. وأيضا عندنا قلنا البروتينات السالبة بتكون جوا عندي بالخلية، وأيضا اللي هو وجود اللي هي المضخة لما تاخذ عندنا ثلاثة صوديوم من داخل الخلية وتطلعهم للخارج وتدخل لي اثنين بوتاسيوم، اثنين بوتاسيوم للداخل. طيب عندنا هان كيف هاد يعني تقاس، يعني الآن احنا بنقول خارج الخلية بتكون الإشارة على الغشاء موجب اللي هي الكاتيونز، هذا اللي هي بنقول الشحنات الموجبة على خارج الخلية بتكون كاتيونز يعني موجبة اللي هي الإشارات الموجبة، وداخل الخلية بتكون عندي سالبة، داخل الخلية بتكون عندي الإشارة سالبة اللي هي الأنيونز اللي هي الإشارات أو الأيونات السالبة. طيب هذه الآن إحنا عرفنا الآن لإيش بترجع الإشارة اللي هي السالبة والموجبة، وجود الأيونات تركيزها مين أكثر وما إلى ذلك. طيب عندنا الآن هان اللي هي الإشارة أو الخلية لما تكون في حالة راحة، لما الخلية تكون في حالة راحة، شو يعني في حالة راحة؟ يعني لا تستقبل مؤثر. احنا بنعرف الخلية العصبية بتستقبل مؤثرات، والمؤثرات هذه ممكن تكون من اللي هي الجوانب الحسية زي اللي هي الحواس الخمسة. فإذا لم تستقبل الخلية العصبية اللي هو مؤثر معناتها بتكون عندي في حالة راحة، يعني في حالة راحة معناته الإشارة في السالبة جوا الخلية. لما بدنا نيجي نقيس فرق الجهد مقارنة مع الإشارة الموجبة خارج الغشاء بنلاقيها لصالح السالبة، يعني بده يكون جهد الفعل أو اللي هو قيمة القراءة بين الفرق بين الشحنة السالبة والموجبة لما نستخدم اللي هو الفولت ميتر للقياس تطلع عندنا سالب 70 ملي فولت، 70 ملي فولت. إذا عندي هان الخلية العصبية في حالة راحة بمعنى إنها لا تستجيب لأي مؤثر، معناته الخلية بتكون عندي سالبة الشحنة، وتقدر قيمتها في الخلية العصبية لنورنز هاي أقل 70. طبعا تختلف في الخلايا العصبية الثانية اللي هي القراءة، حتى في خلايا العضلات تختلف، يعني كل واحدة بتديني قيمة مختلفة عن الأخرى. فهل لو أجينا لا اللي هو الفولت ميتر، نيجي هان عندي هان اللي هو طبعا هاي اللي هي الرسمة بين عندي هان طبعا الغشاء، هذا طبعا الآن هي الغشاء تبع الخلية. هان طبعا احنا لما نقول الغشاء عبارة عن طبقتين، هاي طبقة هي طبقة. الآن عند الغشاء من الخارج شايفين هاي إشارة موجبة، من الخارج إشارة موجبة ومن الداخل إشارة سالبة حكينا عنها قبل شوي، إذا إشارة سالبة. لو رحنا جبنا اللي هو الفولت ميتر عشان نقيس، يعني مندخل اللي هو عندنا هان الكترود على منخلي واحد على خارج الخلية يعني على خارج الجدار من الخارج، والثاني بندخله لداخل الخلية. يعني هان شايفين هذا واحد هيو الكترود هيو بلامس الخلية من الخارج، يعني على السطح من الخارج يعني ناحية الإشارة الموجبة، والثاني هذا الالكترود الثاني نخليه يدخل داخل الخلية يعني داخل الغشاء، يعني لعندي لامس السيتوبلازم يعني. هذا مين الالكترود الثاني. الآن لو نيجي نبص على القراءة هان في الفولت ميتر اداني كم قراءة؟ اداني سالب 70. إذا هذه الآن طبعا هذه الآن شايفين يا جماعة
يعني اخذ لي جزء من اللي هو المحور، جزء منه هذا وكبره، يعني معناته انه هذا القياس اللي عملوه وين؟ عملوه في المحور تبع الخليه العصبيه، يعني اخذوا خليه عصبيه ممكن، يعني ممكن على اللي هو عملوها على اللي هي الحوت الازرق او الحوت، لانها الخليه العصبيه بتكون كبيره جدا وواضحه، فمن السهل جدا المحور انه يدخلوا فيه اللي هو الالكترود وتكون القراءه واضحه. فهان عندي، هان القراءة بينت عندي سالب 70، بمعنى انه الخلية حتى وهي ما بتعمل، يعني لما تكون غير نشطة يعني في حالة راحة، لازم يكون عندي فرق في الجهد، والفرق في الجهد المتولد يعني القراءة المتولدة هي عبارة عن فرق جهد بين الإشارة الموجبة والإشارة السالبة، لكن لحساب مين؟ لحساب الإشارة السالبة. فبالتالي بيطلع عندي فرق الجهد في حالة الخلية ما تكون في حالة راحة سالب 70 ملي فولت. هاي بالنسبة لمين؟ لا اللي هي في حالة الراحة. طيب نيجي لا اللي هو نشوف الخلية في حالة، الآن هي لما نيجي نقول عنها في حالة راحة، يعني بنقول عنها في حالة إيش؟ في حالة استقطاب، في حالة استقطاب. طيب نيجي نبص، الآن عندي هنا الغشاء، هاي عندي الآن غشاء الخلية، هذه طبعا الصغيرة هذه اللي هان هدول، هذا عبارة عن الفوسفوليبيد اللي هي طبقة الفوسفوليبيد. عندي هذا الأزرق اللي برا، هذا عبارة عن السائل البيني أو المادة الخلوية اللي بتكون بين الخلايا، يعني خارج الخلية. هذه الآن المنطقة هذه خارج الخلية، خارج الخلية. الآن المنطقة اللي جوا هاي، هذه عبارة عن السيتوبلازم يعني داخل الخلية، هذه الآن داخل الخلية. إذا عندي هاي داخل الخلية، هان خارج الخلية، هذا الغشاء الفاصل بين الاثنين. لو نيجي نبص على الغشاء الخلوي بنلاقي عندي قناة الصوديوم. احنا قلنا سابقا انه يوجد في الغشاء الخلوي قنوات، قنوات للصوديوم، قنوات للبوتاسيوم، قنوات للكلور، كل عنصر سبحان الله وايون له قناة او له جزيء بيحمله او له مضخة. نيجي نبص على هاي، هذه عبارة عن مضخة الصوديوم والبوتاسيوم. عندي هام قناة للبوتاسيوم، اذا كل ايون له بده يكون له ممر يفوت من خلاله لداخل الخلية او يخرج منه لداخل الخلية. لو نيجي نبص على الخلية وهي في حالة الراحة، لما أجي أقول حالة استقطاب يعني حالة راحة، يعني الخلية ما بتكون تستجيب لأي مؤثر خارجي، يعني ماخذة حالة استجمام، ما عندها استقبال إنها تستقبل من أي مكالمة من حدا، ماخذة ريست. يعني شو بنلاقي؟ بنلاقي الآن هان عناصر الصوديوم برا خارج الخلية، بنلاقي عادة الصوديوم خارج الخلية تركيزه أكثر، ممكن يكون تقريبا 10 أضعاف أو 12 ضعف ما بيكون في الداخل. إذا بنلاحظ تركيز الصوديوم خارج الخلية أكثر منه داخل الخلية، يعني لو نيجي نبص كان حاطين هان بس جزيء، هذا هو جزيء واحد من اللي هو الصوديوم، لكن بصوا في الخارج كان كثير عنده جزيئات. إذا عندي هان بنلاقي الصوديوم تركيزه عالي أكثر من الداخل. على العكس من ذلك لو ننظر إلى اللي هو البوتاسيوم، البوتاسيوم بنلاقي تركيزه في الداخل أكثر من تركيزه في الخارج. فلما يكون عندي تركيز البوتاسيوم في الداخل أكثر وفي الخارج أقل وعكسه الصوديوم، معناته بتكون الخلية في حالة استقطاب. شو يعني حالة استقطاب؟ يعني حالة راحة. شو يعني حالة راحة؟ يعني الخلية لا تستجيب لأي مؤثر، يعني عندي جوا داخل الخلية الإشارة سالبة، الإشارة سالبة، وخارج الخلية برا يعني على الغشاء من برا الإشارة موجبة. يعني لو نيجي الآن نقول في حالة الاستقطاب الخلية بتكون شحنتها شو؟ يعني فرق الجهد القراءة لحساب مين بتكون؟ بتكون لحساب داخل الخلية، يعني لحساب الإشارة السالبة.
فبالتالي قراءة الفولت ميتر زي ما شفناها قبل شوي بتكون سالبة. إذا هاي عندي شايفين اللون الأخضر هاي اللي هي حكينا عنها قبل شوي اللي هي البروتينات السالبة اللي هي كبيرة الحجم، وعندي تركيز اللي هو البوتاسيوم عالي كثير جدا، وعندي أيونات ثانية، وعندي هان لما بيجي يصير اللي هو انجذاب الشحنة السالبة الموجبة بين اللي هو العناصر وتركيز أكثر لأقل مين يجي ومين يطلع. إذا عندي هاي كلها بتلعب دور في إنها تعرف لي الخلية اللي هي كيف بتكون في حالة اللي هو الاستقطاب. طيب في عنا الآن لما الخلية تيجي تتعرض لمؤثر شو بدي يصير في اللي هي الخلية، أو شو بدي يصير في الغشاء بالأحرى. عندنا هان طبعا بدنا نتعرف هان يا جماعة على اللي هو في مجموعة مصطلحات، هاي طبعا كتبتها بيسر جدا حتى اللي هو تفهموا شو يعني اللي هي شو يعني سيال عصبي، شو يعني جهد فعل، استقطاب، إزالة استقطاب، إعادة استقطاب، انعكاس استقطاب، فوق استقطاب، فترة الجمح، جهد العتبة. إذا هذا بدنا إيش نيجي نتعرف عليها من خلال اللي هو الشرائح القادمة. نيجي الآن نيجي نقول مثلا إزالة الاستقطاب، إزالة الاستقطاب. لو نيجي نبص على الغشاء هذا عندنا الآن في إزالة الاستقطاب يعني بدأت الخلية تستقبل مؤثر، يعني مثلا العين بدأت تدخل ضوء، العين مثلا بدأت تدخل قراءة سؤال، مثلا اليد بدأت تلامس حاجة باردة أو حارة، أو مثلا احتكاك بأي شيء. إذا هذه كلها مؤثرات. إذا عندي الآن إزالة الاستقطاب معناته أجا مؤثر. طيب المؤثر الآن لما بده يجي مين اللي بده يستقبله؟ بتستقبله اللي هي الزوائد الشجرية، يعني هي عندي أنا الآن خلية عصبية هان النواة تبعتها، وهذا مين؟ هذا اللي هي الفروع تبعتها اللي هي الزوائد الشجرية تبعتها. الآن طبعا من النهايات الحسية الموجودة بالأطراف أو من الداخل تصل لمين؟ للزوائد الشجرية اللي هي المؤثر. المؤثر بيصل للزوائد الشجرية عبر الخلايا الحسية، تصل للخلية هذه لما تصل اللي هو لرأس اللي هو العنق أو عنق المحور تبدأ من هنا الإثارة. طيب الآن لما تكون المؤثر قوة يعني مؤثر يعني بنقدر نقول كافي، إذا كان المؤثر كافي على أن يؤثر على جدار الغشاء الخلوي، يعني تكون قوته أو الجهد الحامل هذا المؤثر كافي على أنه يخلي قنوات الصوديوم تفتح، معناته بيصير عندي جهد فعل، بتولد عندي جهد فعل. كيف يعني؟ الآن إحنا لما يجي المؤثر هذا إيش بدي يسوي؟ بدي يخلي قنوات الصوديوم تفتح. لما تفتح قنوات الصوديوم يعني الصوديوم اللي في الخارج بده يدخل لداخل الخلية، معناته تركيز الصوديوم بده يزيد جوا داخل الخلية، فبتضل قناة الصوديوم فاتحة فاتحة فاتحة، زاد تركيز الصوديوم في الداخل. لما يزيد تركيز الصوديوم في الداخل معناته إيش صار؟ معناته الشحنة الموجبة زادت. طيب لما تزيد الشحنة الموجبة جوا شو بدي يصير؟ معناته الشحنة السالبة اللي كانت قبل في حالة الاستقطاب في حالة الراحة معناته مش موجودة. طيب الآن عندي لما يصل عندي قراءة، يعني لو وضعنا فولت ميتر وشفنا القراءة هنلاقي القراءة حتصير كام؟ حتساوي زيرو. طيب بمعنى صارت زيرو شو يعني؟
يعني صار عندي السالب برا بقدر الموجب جوا، يعني بطل يصير عندي فرق جهد. شحنة فرق الجهد متى بيتولد؟ إذا كان في عندي فرق بين الشحنة الموجبة والشحنة السالبة. ولكن عندما لا يوجد فرق بين الشحنة السالبة والشحنة الموجبة معناته زيرو. إذا إزالة الاستقطاب معناته أنه صار عندي جوا أيونات الصوديوم تركيزها عالي، فصارت الشحنة موجبة، صارت الشحنة الموجبة في الداخل تقريبا نفس الشحنة السالبة في الخارج، فأعطتني قراءة تساوي زيرو. طيب هل تستمر هذه العملية إلى ما لا نهاية بهذه الصورة؟ طبعا لا. إذا عندي هان علشان يصير هذا إنه تفتح قناة الصوديوم لازم المؤثر تكون قوته كافية على إنه يفتح قناة الصوديوم. إذا كانت قوة المؤثر غير كافية على إنها تفتح قناة الصوديوم ويعبر الصوديوم من خلالها، معناتها لا يكون المؤثر، أو نقدر نقول هذا الجهد غير كافي. يعني إذا كان المؤثر بتولد عنده جهد كافي يفتح القناة بنقول عنه جهد العتبة. جهد العتبة، إذا جهد العتبة هو عبارة عن أقل جهد بيلزم علشان يفتح قنوات الصوديوم ويقدر الصوديوم يفوت لداخل الخلية. إذا كان المؤثر لا يتولد عنه جهد قادر على أنه يفتح قناة الصوديوم معناته مش هتفتح قناة الصوديوم. طيب كم تقدر قيمة جهد اللي هو جهد العتبة هذا علشان يقدر يفتح قناة الصوديوم؟ تقريبا من سالب 55 إلى سالب 60 ملي فولت. إذا هذه في حالة مين؟ في حالة إزالة الاستقطاب. طيب نيجي الآن إلى حالة ثانية اللي هي بنقول عنها إعادة الاستقطاب. إعادة الاستقطاب يعني الآن لما ندخل الصوديوم وظل يدخل 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 وصارت جوا الإشارة عندي موجبة، ويظل يزيد يزيد حتى نصل لانعكاس الاستقطاب. طبعا بعد اللي هو إزالة الاستقطاب بصير عندي انعكاس استقطاب، بصير انعكاس استقطاب قبل اللي هو الإعادة، انعكاس استقطاب. طيب خلينا نوضحها بهذا اصحاب الشريحة. طيب قبل احنا قلنا في إزالة الاستقطاب قلنا الإشارة الموجبة جوا بتصير عندنا اللي هو لا اللي هو جوا بتصير موجب وبره بتصير سالب، وتقريبا قلنا بتساوي الثنتين. طيب الآن لما نيجي نقول انعكاس الاستقطاب، شو يعني انعكاس الاستقطاب؟ طالما قناة الصوديوم ظلت فاتحة يا جماعة، ما ظلتش عندي الزيرو بس الإشارة الموجبة جوا صارت قدر اللي هو الإشارة السالبة برا، وإنما ظل الصوديوم يفوت 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 يفوت. لما إيش صار عندي؟ صار عندي انعكاس استقطاب. شو يعني انعكاس استقطاب؟ يعني الإشارة اللي جوا زادت موجب، زادت عن حساب أو عن الشحنة السالبة اللي برا. يعني الآن فرق الجهد صار لحساب مين؟ صار لحساب الشحنة الموجبة، لأن زيادة الشحنة الموجبة في الداخل أكثر من الشحنات السالبة في الخارج. فلما نضع الفولت ميتر ونقيس فيه القيمة هنلاقي قيمة الفولت ميتر هتطلع عندي 30 أو 35 اللي هو بالبوزيتيف ملي فولت. ملي فولت. إذا في حالة انعكاس الاستقطاب بعد الإزالة طبعا الصوديوم ظل يدخل 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 يدخل، فصارت عندي جوه الإشارة موجبة. الإشارة الموجبة الآن صارت أكثر من الإشارة السالبة في الخارج،
معناته الآن فرق الجهد لحساب مين؟ لحساب الإشارة الموجبة. طيب تقريبا كم تقدر قيمة اللي هو انعكاس الاستقطاب اللي بتصل إلها جوا؟ تقريبا 30 ملي فولت. طيب الآن قناة الصوديوم هي الإيه؟ سيدة الموقف، هي الآن المتحكمة بهذه الأمارين اللي يعني العملية. الآن بعد ما عملت إزالة استقطاب عملت أيضا انعكاس استقطاب في الخلية. طيب في هذه الحالة مين بيدخل على الخط؟ بتدخل عندنا اللي هي قناة اللي هو البوتاسيوم. قناة البوتاسيوم تحكي لقناة الصوديوم خلاص بكفيكي هيك زيادة، فبالتالي تيجي إشارة بتقول لقناة الصوديوم خلاص سكري بكفي هيك. مين الآن بيجي دور؟ الآن بتقول قناة الصوديوم البوتاسيوم هذا الدور تبعي، فبتيجي الآن قناة البوتاسيوم بتفتح. إذا في عادة الاستقطاب قناة اللي هي الصوديوم تقفل زي ما احنا هان شايفين قناة الصوديوم مغلقة وقناة البوتاسيوم تفتح. لما تفتح قناة البوتاسيوم بيطلع البوتاسيوم من الداخل للخارج، فبالتالي بتقل عنا الإشارة الموجبة رويدا رويدا حتى تزيد الشحنة السالبة. إذا بضل البوتاسيوم يطلع 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 لعند ما تصير عندي الإشارة سالبة. طيب لما تصير عندي الإشارة سالبة يعني معناته وبرا موجبة، وصارت عندي القراءة الآن لجوه صارت عندي الحساب السالب، يعني صار عندي الشحنة السالبة في الداخل أكثر من الشحنة الموجبة في الخارج، معناته صار عندي إعادة استقطاب. شو يعني إعادة استقطاب؟ يعني رجعت الخلية لحالة الراحة. يعني لو نيجي نقيس اللي هو الفرق الجهد حنلاقيه سالب 70، لكن أحيانا ما اللي هي قناة البوتاسيوم تكتفي بعضها وليست جميعها، لا تكتفي بأنها ترجع الخلية لحالة الاستقطاب وإنما بتضل فاتحة. بتقول أنا بدي أضل فاتح بديش أقفل. طيب في هذه الحالة إذا ظلت اللي هي قناة البوتاسيوم فاتحة شو بدي يصير عندنا؟ بندخل في طور اللي هو فوق الاستقطاب. فوق الاستقطاب يعني هتضل قناة البوتاسيوم فاتحة وظل البوتاسيوم يخرج لبرا. طب لما يظل البوتاسيوم يخرج لبرا معناته الإشارة السالبة هان عندي الآن بدها تزيد أكثر من سالب 70، بتوصل لسالب 90 ملي فولت لما نيجي نقيسها. ليش؟ لأنه قناة البوتاسيوم ظلت فاتحة ما قفلت لما وصلت قراءة أو وصلت الشحنة السالبة مع اللي هو مع الخارج إنها تقدر بسالب 70، وإنما بعض القنوات ظلت فاتحة فوصلت قراءة الفولت ميتر لعند سالب 90. في هذه الحالة لما تصل اللي هو جهد الفعل في اللي هو للغشاء بسالب 90 بنقول عنها حالة فوق استقطاب. طيب هل تبقى قناة البوتاسيوم مفتوحة وتكمل؟ طبعا لا. في هذه الحالة مين بتدخل؟ تدخل مضخة الصوديوم والبوتاسيوم على الخط، بتحكي لقناة البوتاسيوم خلاص قفلي انتهى دورك، أنا الآن مهمتي. فالآن عندنا بتيجي مضخة الصوديوم والبوتاسيوم بتعمل عملية إيش؟ يعني عملية غربلة. إذا في عندي زيادة صوديوم جوا، يعني في عندي الآن الصوديوم محله المفروض برا، وعندي الآن الصوديوم البوتاسيوم محله جوا، شو الآن بدها تعمل الآن عشان ترجع لي الخلية لحالة الاستقطاب يعني لحالة الراحة؟ تبدأ المضخة إيش تسوي؟ تبدأ تاخذ ثلاثة صوديوم من جوا
اللي اخذناها قبل في النقل النشط لما حكيناها، مش قلنا في 3 صوديوم هان لهم اماكن في المضخه، وبتيجي المضخه هذا تاخذ 3 صوديوم وبتطلعهم لبرا. طبعا هذه العمليه قلنا بتحتاج ل ATP يا جماعه. عندي الان في نفس الوقت لما تطلع الـ3 صوديوم لبرا تيجي بتدخل 2 صوديوم بوتاسيوم لجوه، وبهيك بترجع الخلية لحالة الاستقطاب، لحالة الاستقطاب. إذا هاي عندي اللي هي احنا بنقدر نقول عنها اللي هي المراحل اللي مرت فيها عملية اللي هو الجهد الفعل للغشاء الخلوي في الخلية العصبية. يعني لو نيجي نلخص اللي هو الجهد الفعل، جهد الفعل، إذا هو جهد الفعل عبارة عن شو؟ يعني عندي عبارة عن اللي هي شحنات. الشحنات هذه شو مالها؟ بتتغير، بتتغير، ما بتضل ثابتة. عندي الآن في حالة الراحة بتكون قراءة جهد الفعل كام؟ -70 ملي فولت، ماشي؟ لصالح مين؟ لصالح الإشارة السالبة، معناته داخل الغشاء سالب وبراته موجب، لكن الشحنة السالبة أكثر، فعشان هيك القراءة لحساب السالب. عندي الآن هان بنيجي بنقول في عندي استقطاب اللي هي حالة الراحة، الاستقطاب هي حالة الراحة. عندي الآن بنقول إزالة الاستقطاب يعني دخلت الخلية عندي في حالة شو؟ في حالة إنها تستقبل مؤثر. تستقبل مؤثر يعني معناته قنوات الصوديوم فتحت، معناته الإشارة الموجبة جوا بدأت تتكون داخل الغشاء والإشارة السالبة لبرا حتى تصل زيرو. بيجي بعد هيك عندي انعكاس استقطاب. انعكاس استقطاب معناته الإشارة الموجبة جوا بدها تزيد داخل الغشاء، والإشارة السالبة برا بتقل، وبتصير القراءة عندي لحساب الموجب ممكن تصل 30 موجب أو زائد 35. بعد هيك بعد الانعكاس بيجي عندي مين؟ بيجي عندنا اللي هو ممكن يصير عندي فوق استقطاب، بتيجي عندي ممكن ترجع الخلية لا اللي هو إعادة الاستقطاب، أو تدخل عندي في طور فوق الاستقطاب. وفي كلا لما تصل لفوق الاستقطاب بتتدخل مضخة البوتاسيوم الصوديوم وبترجعها للي هو لحالة الاستقطاب. طيب هل تستطيع الخلية وهي في حالة في أي طور من هذه الأطوار؟ يعني سواء كانت في حالة اللي هو الإزالة، في حالة الإزالة، الآن إحنا بنقول الخلية في حالة إزالة استقطاب، أو في حالة اللي هو شو بنقول عن إزالة استقطاب، أو انعكاس استقطاب، أو فوق استقطاب، أو إعادة الاستقطاب، هل تستطيع أن تستقبل أي مؤثر جديد؟ طبعا لا، لا تستطيع الخلية أن تستقبل أي مؤثر جديد ما لم تنتهي من المؤثر الأول. بمعنى لازم الخلية ترجع إلى حالة الاستقطاب، يعني لازم ترجع لحالة الراحة، حتى يعني لازم تصل اللي هو فرق الجهد تبعها -70 ملي فولت، ثم تستقبل مؤثر جديد. خلال الفترة هذه بتكون فيها الخلية في حالة إزالة استقطاب أو انعكاس أو فوق استقطاب، بنقول عنها ايش؟ فترة الجموح. فترة الجموح، فترة الجموح يعني الفترة الخلية ما بتستجيبش لحدا، يعني بتقول له انا مش فاضي. لما اكون فاضي بتجيني. الان انا مش فاضي، عندي فترة عمل. اذا فترة العمل عليها تبعها الان قاعدة بتعمل ايش؟ في عندي مراحل، عندها ازالة وعندها انعكاس وعندها فوق استقطاب. إذا في هذه المرحلة لما يكون في عندها عمل ما بتستقبل إيش؟ مؤثر ثاني. لما تخلص
اللي هي الإشارة هذه كلياتها وتوصلها وترجع الخلية لحالة استقطاب، يعني لحالة راحة، بتقول أنا الآن جاهز أستقبل مؤثر جديد. إذا لما نيجي نقول فترة الجموح، إذا هذه الفترة اللي هي لا تستطيع الخلية إنها تستقبل فيها مؤثر جديد حتى تنتهي من المؤثر الأول، وتقريبا هذه مدتها الزمنية من 1 لـ3 ملليتر في الثانية. إن شاء الله تكون الفكرة وصلت واستفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.